عايزين كمان شايفين نجوم فنانين ونجومنا في الفن واساتذتنا موجودين كمان. الاستاذه شفقي انا برحب بيكي وعايز اعرف انت النهارده موجوده ايه الرساله اللي انت عايزه ترسليها من خلال التلفزيون؟ انا موجوده بصفتي اكيد اعلاميه بس بصفتي مصريه مواطنه مصريه بنت الشعب المصري بنت مصر بمثل المصريين عدد كبير كلنا جايين علشان مصر اولا وعلشان الرئيس اللي احنا انتخبناه نبقى داعمين ليه ولان احنا خدنا القرار صح مع الشعب اللي انتخب الرئيس واحنا مع السيسي ومع مصر. مصر بتتبني احنا بنقول للعالم كله ده قرار الشعب المصري واحنا جايين ندعم قرارنا في اي مكان مصر تحتاجنا هنبقى موجودين. النجم تحيا مصر النجم ممدوح عبد العليم ايه الرساله اللي تقدر توجهها النهارده؟ أنا نفسي 90 مليون كانوا يبقوا موجودين في اللحظة دي حقيقي لحظة أنا بالنسبة لي لحظة خالدة جدا وهتفضل في ذاكرتي. أنا جاي هنا كمواطن مصري بعبر عن رأيي بحترم الرأي الآخر طالما إن هو في حدود السلمية. أنا هنا علشان خاطر مصر وتحت أمر مصر في أي حاجة. حقيقي مصر إذا نالت أي حد من ولادها هيسرعوا بالندى وقبل ما تناديهم هم هيكونوا موجودين ومشاركين بأي حاجة يستطيعوا أن هم يقدموها. حقيقي إحنا هنا بنقول لأوروبا كلها مش ألمانيا بس إن إحنا وراء الرئيس بتاعنا وراء لأنه هو عاوز مصلحة مصر وإحنا خدمين لمصر وكلنا أي واحد بيعمل أي حاجة لصالح مصر إحنا هنوقف معاه. وتحيا مصر تحيا مصر. نجمة داليا البحيري إيه الرسالة اللي عايزة توجهيها النهاردة؟ أنا موجودة النهاردة لدعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا موجودين النهاردة بصفة غير بصفاتنا فنانين أو إعلاميين أو لعيبة كورة أو شباب جامعات أو موجودين بصفاتنا مصريين انتخبوا هذا الرئيس علشان يقود مصر لمرحلة أفضل وأحسن بكثير. احنا داعمين للدولة المصرية وجودنا هنا النهاردة علشان نقف جنب الدولة المصرية وندعم موقفها أيا كان. وتحيا مصر. محاولة الهجوم طول الوقت على الفن والفنانين في أي زيارة في أي وجود في أي تردي تقولي ايه؟ أرد أقول أنا ما بهتمش خالص بمسألة الهجوم دي. إحنا هنا عشان بندعم مصر وبندعم رئيسنا وبنفتح صفحة جديدة مع العالم كله. مصر في عهد جديد عايزة تفتح صفحة جديدة مع كل العالم. عايزين نعمل علاقات طيبة مع كل دول العالم لأن دي في الآخر هتعود بالنفع على مصر. فأي شيء فيه خير لمصر إحنا هنساهم فيه وهنقف بكل قوتنا ومش هيهمنا أي مهاترات لأن إحنا عارفين إن اللي بيعمل الهجوم والحاجات دي أعداء لمصر ما بيحبوش مصر مش مصريين يعني من جواهم مش مصريين. احنا هنا بنقطع من وقتنا وفي مشقة وبنسيب أشغالنا وبنيجي عشان نقف جنب اسم مصر عشان نرفع علم مصر عشان نساند الرئيس المصري عشان نفتح صفحة جديدة مع العالم عشان نقول دعوة سلام للدنيا كلها. احنا جايين عشان يبقى في صداقة بيننا وبينكم وبيننا وبين ألمانيا بيننا وبين كل دول العالم. الصداقة دي هينتج عنها بقى تطورات كتير اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وفنيا يبقى في تبادل في جميع المجالات. فاحنا عايزين نفتح مجال جديد لمصر في التعاون بيننا وبين كل الدول ونفتح صفحة نقول احنا بنمد ايدينا بالسلام للعالم كله وبنفتح صفحة جديدة وبنقول عايزين صداقتكم معانا. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر رح يا انا لسه مكمل مع حضراتكم من برلين وبرصد لكم اجواء الاحتفال الكرنفالي. كل المواطنين المصريين اللي جم من مختلف الاماكن في المانيا وايضا من بلاد تانية قريبة من المانيا علشان يأيدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي. نجوم الفن الشخصيات العامة اعضاء مجلس برلمان او اعضاء مجلس شعب نواب برلمان كتير من المواطنين من مختلف الاماكن ومن مختلف الفئات جم علشان رافعين هدف واحد بس ان هم يقولوا مصر موجودة مصر هتبقى ومصر